يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري. وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. والجدير بالذكر أن النادي الأهلي أصدر 4 قرارات نارية بعد أحداث مباراة فاركو، حيث طالب بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، وطالب بإيقاف حكم مباراة الأهلي الأخيرة وهو حكم الفار لما بدر منه، وعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب الأهلي، واستكمال مباراة الدوري بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة. ومن المتوقع أن يواجه الأهلي نادي الاتحاد السكندري بالناشئين في المواجهة القادمة في حراسة المرمى مصطفى شوبير وخط الدفاع محمد أشرف، محمود متولي، محمد أحمد شرقية، أحمد سيد عبد النبي، وفي خط الوسط محمد فخري ومحمد محمود وزياد طارق وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب، وفي خط الهجوم صالح نصر.